التقينا مع سيد الرئيس قيس سعيد، هو إنسان وطني ويحب بلاده ويحب يخدم بلاده. حبيت نصلحه اللي صار في البريود الأخرى، العشرية الأخيرة، العشرية السوداء هدايا. دونك هو معناتها نشوف فيها الإنسان توا اللي فما اللي نجم يخدم بلاده. المستقبل فمت، هو مبدئيا فمت مع سعيد، هذا مستقبل البلاد مع النهضة هذه العشر سنين ولا 12 سنة ولا قديش، فهمت اللي فهمت خربت البلاد، فرغوا البلاد ما خلوا فيها حتى شيء، فهمت، وما زالوا زايدين القدام. أنا جيت باش ننتخب للدستور وعندي ثقة في الدولة وفي الرئيس ونعرف البلاد مش تتصلح بحول الله. جيت باش ننتخب بنعم، وإن شاء الله بقدرة ربي مستقبلنا مضمون. سيسيغ باش يبدل، وكان ينجح يبدل، كان ينجح كيما يحب الشعب، قدرة ربي ماشي للأحسن.